من حق المرشح في الانتخابات بأن يصرح بما يشاء في برنامجه الانتخابي في حدود القانون، لكن في نفس الوقت الناخب أيضا له الحق أنه يمارس حقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير، وأن ينتقد عمل المرشح ويراقب عمله أيضا، لكن ذلك بشرط أنه لا يمس بشخص المرشح أو يسيء إليه، لأن في هذه الحالة بنتحول إلى جريمة السب. مادة 365 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد عن 100 دينار في حق كل من رمى غيره بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يسيء إليه، وتشدد هذه العقوبة وذلك إذا كان السب يمس بالعرض أو يخدش بسمعة العائلات.